أهلا بكم في أخبار المساء. أصدرت وزارة الصحة العمانية تعميماً بوقف استخدام حليب الأطفال نسلة بسبب التلوث البكتيري المحتمل. رفع البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للبنوك المحلية بنفس المبلغ المعتمد من الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لتجنب الازدحام المروري خلال شهر رمضان المبارك. أعلنت الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية عن وضع مواعيد محددة لعبور الشاحنات. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.